هلا للأسف إنه فئة من الأطباء، خلينا نحكي، بنساق، وهي الموضوع لازم نركز عليه، بنساق وراء المريض، أوكي، وراء رغبة المريض. وراء رغبة المريض، أوكي، وبينسى الأساسيات طب الأسنان اللي احنا تعلمناها في الجامعة، أوكي. يعني هلا بشكل عام المرضى، بشكل عام يعني هلا أنا بس دكتور محمد حيحكي بشكل أوضح، إنه تقويم متغير، في تقويم شفاف، في تقويم من غير الأسلاك، في تقويم داخلي، يعني في كثير طرق للتقويم. للأسف يعني عند مجتمعاتنا بشكل عام التقويم مرتبط إنه والله 2 3 سنين، هذا الحكي مش صحيح. يعني في حالات بدي أعمل له دعاية دكتور محمد، تفضل بعد بيريحني هو يعني عم بخلص لنا، يعني بتخلص معه مثلا 4 شهور، تمام، بتكون شغلات بسيطة مثلا، يعني تعديل سن سنين، فهمت علي كيف؟ في حالات، يعني بشكل عام أنا عم بشوف، يعني أنا بحكي مش كطبيب تركيبات، مش طبيب تقويم، عم بلقى أغلب الحالات عم تخلص ب يعني معدل السنة، سنة وسنتين شهرين، يعني هذا المتوسط، هذا المتوسط يعني، تمام. بتلقى المريض او الانسان جاي على العياده، دكتور التقويم بوجع، لا ما بوجع، هي تمام. معلش انا بس أنا يعني هي يعني هو منيح انه دكتور تامر موجود، لانه يعني على الرغم من انه هذا الـ 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 هاي النقطة قد تكون هي الخطأ الشائع اللي للأسف بعض، طبعا ما بنقدر نعمم اطباء الاسنان او اخصائيين التركيبات يعني عن غير قصد، او يعني خلينا نحكي لا زي ما حكى الدكتور تامر، هو لما تمشي انت وراء رغبة رغبة المريض. المريض، المريض جاي قبل عرسه باسبوع زي ما حكى، ممكن تكون مشكلة بسن او سنين، يعني حلهم بسيط جدا، نحكي عن 3 شهور 6 شهور بغض النظر حتى عن الوقت، يعني هي الفكرة بنحكي عن الناحية الصحية للمريض، فممكن ينساق وراء رغبته مباشرة بروح لتحضير الاسنان. هلا مش معناته تحضير الاسنان خطأ، بس اذا بنقدر نجنب المريض كان اسنانه خلينا نحكي 90% مقبولين وحلوين وعنده مشكلة في محدودة في منطقة معينة، لازم واجب الطبيب انه ينصح المريض باتجاه العلاج التحفظي، علاج تحفظي اللي هو قد يكون التقويم افضل الحلول في هاي الحالة. وهون نيجي للنقطة، نرجع شوي لورا موضوع العمر، يعني دائما قبل عمر ال 18 قبل ما ندخل الجامعه ويصير في مقابلات عمل ما بعد الجامعه ومناسبات اجتماعيه سواء زواج او خطبه، هذاك العمر صعب جدا، يعني زي ما حكى الدكتور تامر انه والله المريض بيستصعب انه والله عنده فكره خاطئه عن التقويم، انه والله بوجع منظره مش حلو، ف بده يطول راح ياخذ وقت كثير، فعشان هيك احنا لو عالجناها قبل ال 18 فراح يكون ما في، يعني هذاك العمر يعني العلاقات بس هو مش الاجتماعيه محدود انه اذا صار عمره مثلا 40، يعني هون في دراسه انا بحكي لك، هي دراسه علميه بس حتى ممكن تكون الرقم عندي في عيادتي الخاصه مختلف لسه احسن من هيك، انه 25% من مرضى التقويم هم حاليا هم ادلتس، يعني هم يعني البالغين ما بعد سن ال 18، يعني وهي هاي نسبه تعتبر نسبه كبيره، كان زمان التقويم محدود في عمر 12 سنه او يعني الماكسيموم 18 سنه، هلا صار بنحكي 25%، زي ما قلت لك في عيادتي الخاصه صارت النسبه تكون اكبر من هيك، يعني صار وعي الناس اتجاه والله الابتسامة الجميلة واتجاه الإطباق المقبول. ايش اكبر عمر مريض عندك عم بيعمل تقويم هلا؟ انا 62 سنة. 62 سنة بصير تعملوا تقويم، تقويم لا يتوقف على الاعمار، بنفضله بشوي عمر مبكر بس هذا ما بيمنع بالعمر انه نعمل تقويم. بدي اقاطعكم، بدي اخذ اتصال. ميرفت معي، ميرفت السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، يعطيك العافيه دكاتره. الله يعافيك يا رب، شكرا كثير على هالبرنامج الحلو اللي بنستفيد منه والله. الله يخليك، تفضلي. يلا يا صدق، انا عندي 3 اسئله فتحملوني شوي. قولي. اول سؤال، انا عندي اختي عندها طاحونه بالفك اليسار، يعني بتوجعها، لا في تسوس لا في مبين التهاب لثه ولا إشي، فمش عارفين يعني بصراحة شو السبب إله، تقريبا شي 3 أيام 4 أيام، بس يعني بدنا إنه من غير أدوية، هي أدوية مش راضية تأخذ، إنه إذا في شغلات إنه بالبيت نعمل لها إياها إنه تساعدها شوي على تخفيف الألم. قديش درجة الوجع وقدي عمرها؟ هي عمرها 18، والله وجع مش طبيعي، يعني بصحيها بالليل 80%. مقلق للحياة اليومية، يعني ما بتعرف تقوم تنام تاكل تشرب؟ نهائيا نهائيا، حتى يعني لما تكون مسكرة كما بتحكي الوضع مش مضبوط نهائيا، يعني بس مش مبين ولا اشي.
ان شاء الله بنفيدك. سؤال ثاني. السؤال الثاني بالنسبه لي انا عمري 32 سنه فيش في عندي اي تسوس او اي شيء باسناني، بس عندي الفك السفلي من الامام، خلينا نحكي من الناب للناب، عندي في مسافات بين الاسنان يعني بده تقويم. بس اللي انا خوفني ان في صاحبات اللي عاملين التقويم بيحكوا انه مع العمر انه الاسنان بتفتح، يعني ترجع الاسنان زي ما كانت، يعني التقويم ما راح يفيدني. فانا بصراحه مش عارفه اعمل التقويم او لا، يعني عمري 32 انه هلا لما اعمل التقويم هذا انه راح يزبط معي مش راح انه ترجع المسافات او لا. هلا احنا راح نترك الرد بهاي الحاله لدكتور محمد جيوسي اخصائي تقويم الاسنان والفكين، وان شاء الله بيعطيكي الجواب الوافي. في سؤال ثالث. اها في دكتور، بالنسبه لشغله الثالثه، انا عندي بالليل وانا نايمه بصير عندي الفكين في بعض، عرفت شلون؟ يعني الاسنان انه بتشدي اسنانك بتكزي. ايوه وانا نايم. فانا رحت على الدكتوره صارت تحكي لي انه لازم تستعملي جهاز اسمه الحارس الليلي، وانك تحطيه بالفم، وهذه بتكون حاله نفسيه ضغط نفسي، فبتصير هيك عندك بالليل وانت نايمه. بصراحه والله انا ما جبت الجهاز بس ما بعرف انه بفيد او لا. هخلي برضو معنا الدكتور تامر ديب اخصائي تركيبات، ان شاء الله حيجاوبك على هذا السؤال، وبرضو الدكتور محمد جيوسي بيقدر كمان يجاوبك على هذا السؤال. شكرا على اتصالك ست ميرفت، وصل استفسارك. معنا اتصال ثاني، اياد حداد. اهلا مساء الورد. مساء النور، اهلا وسهلا. طبعا اول شيء انا بشكركم على هيك قناه نورمينا، يعني والله العظيم تدخل للقلب قناه نورمينا، طبعا لك ولكل المشاهدين. الله يخليك يا رب. تفضل. طبعا برحب الضيوف اللي عندك طبعا بالبرنامج. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بدي اسالك بس انه لما اصير افرس اسناني فرضا معجون اسنان، بتصير اللثه عندي بتوجعني، فاهم علي؟ يعني بتصير معدتي بدها تقلب من ورا معجون الاسنان، فشو في طريقه اللي يعني غير معجون الاسنان اللي اقدر استعمله؟ لانه بصراحه لما استعمله بصير معي الدياد كثير يعني كثير. هلا اياد ما حدا بيعرف انت مين، فبدي اسالك سؤال شوي خاص، انت كنت مهمل بعناية الأسنان؟ صراحة لهلا يعني. أوكي. يعني أمراض طحونتي بتكون متوجعني، بكون بدي أروح على الدكتور بس بتكاسل، يعني من وراء الشغل وهيك، يعني بتكاسل إن أروح على الدكتور، فاهم علي كيف؟ ما فيش وقت، ما بعرف. قد إيه عمرك إياد؟ أنا عمري 23 سنة. العمر كله يا رب. سلم لي يا رب. أي استفسار تاني يا إياد وصلت؟ وصل سؤالك. أهلا وسهلا بالضيوف اللي عندك في البرنامج. الله يخليك، أهلين. طيب حنقطع شوي اللي عم نحكي فيه وراح اتوجه لكم باستفسارات ميرفت واياد، وبرضه راح نرد على استفسار الاخ اللي حكى معنا من رام الله بخصوص رائحه الفم، نعطيهم اجوبه وننتقل لموضوعنا لليوم. في ميرفت دكتور جيوسي عم تحكي انه قبل ما ارد على الوجع، يمكن هذا بدي اقول لك الفك عندها فراغات فراغات من الناب للناب، شد انتباهي يعني سؤالها هذا بالفك السفلي، وقايلين لها انه بيرجع بيفتح، فمن حكي يعني. فاضي انك لو هو سؤالها 100% لو ما سالته كنا راح يعني نتطرق لهي النقطه، لانه سؤال مهم. موضوع ما بعد التقويم هو موضوع كثير مهم. هلا تجربه صديقاتها اللي بتحكي انه يعني حكوا لها بعد التقويم رجعت الامور زي ما كانت او هاي الفراغات، خصوصا بحاله الفراغات، هي كلام صحيح بس مش هذا هو اللي لازم يصير. يعني هو في كثير من الحالات بصير في عندنا بعد بنخلص الاسنان وتقويم نتعب فيه سنه او سنتين، بنفك التقويم من هون الاسنان بترد ترجع. هلا السبب اللي صار هو عدم التزام المريض في موضوع تثبيت التقويم في بعد التقويم ما بعد تثبيت. التقويم وهي نقطه لازم تكون واضحه، واجب الطبيب اخصائي التقويم يوضحها للمريض، انه جزء مهم من علاج التقويم هي مرحله ما بعد التقويم، هي مرحله تثبيت الاسنان. تثبيت الاسنان في كثير طرق، بس بحاله خلينا نحكي جوابا على سؤالها عند فراغات في هاي المنطقه، يفضل او يعني لازم ما بعد التقويم يكون في جهاز تثبيت ثابت، سلك صغير او بغض النظر هو ممكن يكون من ماتيريالز مختلفه، ما بيكون مرئي والمريض ما بحس فيه، بتثبت من الداخل وبيحافظ على الاسنان في مكانها ما بترجع، بيكون بده متابعه من المريض بحيث انه باي وقت بحس انه في مشكله يتابع، لانه فعلا موضوع الفراغات على سؤالها وبشكل عام هو بكون في عنا مرحلة معينة لازم نثبت عبين ما الأسنان تثبت في مكانها والأنسجة والأربطة والعظم في الوضعية الجديدة تأخذ كأنه مكان ما قبل التقويم.
طيب دكتور تامر، يعني بتقول هي، بدي أسألك شغلتين. بتقول أختها عم تتوجع، صار لها آخر كم من يوم وما في، هم عم بيقولوا ما في ولا إشي بالسن، والألم حاد وبيعيق حياتها اليومية، وعمرها 18 سنة. هلا بالغالب يعني ألم الأسنان الحاد اللي بيعيق الأسنان، الحياة يعني الإنسان اليومية، غالبا مرتبط بأعراض يعني عصب الأسنان. هلا أسباب ألم الأسنان يعني لا تعد ولا تحصى، لا تحصى. يعني ابدأ من مشاكل الإطباق، ممكن أحيانا فيكون مشاكل في اللثة، ممكن يكون تسوس غير مرئي يعني بين الأسنان. فيفترض يعني الوضع الطبيعي إنه بكل سهولة هذا يمكن تشخيصه بالعيادة، مش يعني لابد من زيارة طبيب الأسنان بهاي الحالة. لا مفر من زيارة الطبيب، وفليكن طبيب مختص إذا أنتم مش عم تحصلوا على بالضبط. يعني إذا يعني في حالة عجز طبيب الأسنان العام هون يعني يلجأ ويفضل الذهاب لطبيب الأسنان الأخصائي. هلا بهاي الحالة بننصح بأخصائي عصب، مثلا أخصائي العصب كبداية، مثلا ممكن يكون عندها مشاكل بالإطباق، ممكن يكون في مشاكل في اللثة، في أسباب كثير يعني ما بتقدر يعني على التلفزيون تعالجها. بالضبط، صعب جدا انه تشخص بهذا الالم الشديد. هلا السؤال الثاني اللي هو سرك الاسنان والحرس الليلي، مشاكل المفصل الصدغي. هلا هذا الشيء منتشر بشكل يعني ما بنتصور قد ايه بالاردن كل يعني بدي احكي لك كل المناطق كل الشعوب، لانه حياتنا اليوميه فيها كميه ستريس وضغط نفسي عالي. اوكي، فالواحد ما يستحي، ومش انه انا مريض نفسي انه عم بسرك اسناني، لا انا عم بسرك اسناني. تمام، فطبيعه حياتنا ونمط حياتنا اللي فيه ستريس عالي جدا بتلقى الانسان انه هذا بنقدر نقول انه يعني شو بنقول معاصر هذا المرض. طبعا عم بيجي مع نعم. هذا العصر الحديث. هلا هذا يعني خلينا نحكي النسبه الرئيسيه من الستريس، له اسباب كثير يعني مشاكل الاطباق، مشاكل الاطباق ممكن تعمل يعني برضه تعمل دعايه للتقويم. تقويم ممكن خطا بسيط يعني في احد الحشوات احد التلبيسات يعملنا مشاكل في المفصل الصدغي. العادات السيئه المفصل الصدغي اعزائي المشاهدين، المفصل هذا هون اللي هو بالفك. اوكي، العادات السيئه يعني في كتير ناس بيمارسوا عادات سيئة، مثل الآب بحب يعض على أشياء أو يسرق أشياء أو كذا، هاي ممكن تعمل مشاكل. هلأ علاجاتها كثير. هلأ للأسف أنا بهذا الموضوع بالذات بدي أنصح المرضى شغلتين. رقم واحد ما تهمله، لأنه إهماله عن جد هون درهم وقاية خير من قنطار علاج هون. لأنه تلقى على عمر 50-60 سنة الأسنان بيكون باقي نصها، لا شكلا لا وظيفة، علاجه صعب جدا، تحسس أسنان يعني مشاكله لا تعد ولا تحصى. الإنسان بيهمله بيلقاها بعدين، بيلقاها يعني أواخر الأربعينات بالخمسينات الأسنان أسطحها بتزول. أوكي، وجهه البني آدم بينخفس، التجاعيد بتكتر. عشان نوضح لما عم بيحكي الدكتور تامر إنه وجه المريض يعني مش بهداك الشكل الدراماتيكي يعني ممكن يتصوروه بعض المشاهدين، لا إحنا قصدنا إنه بيأثر على المعالم الخارجية مع تطور الوقت. صحيح، ووظيفيا يعني الأسنان عم راح تقريبا يعني في بعض الحالات بيكون باقي ربع السن أو ثلث السن. وعلاجه صعب. يعني علاجه بالغالب مراحل طويلة، بياخذ وقت، رفع عضة. فالواقي الليلي أحد طرق الوقاية أو الحارس الليلي نايت جارد. هلا في طرق كثير، يعني في بعض الناس مثلا ممكن نلجأ يعني هلا كثير بنلجأ لاستخدام البوتوكس. في يعني بيرخي العضلات فبكون تأثيره أقل على الأسنان. في أجهزة خاصة الآن يعني تقويمية عم بتعالج مشكلة اللي هي سرك الأسنان. أو هذا تقويميا أتصور ممكن. في حالات بالتقويم عم يعني عم بتحل هلا هي إذا كانت هون نيجي للسبب، إذا كان السبب هو مشاكل أو سوء في الإطباق فلما